الحمد لله يا ابوي انك قعدنا من الصباح احنا في البيت. الحمد لله. بس كيف درست زين؟ درست هم زين ولا؟ أيوة. ترى عادي اذا ما شرحت لكم شيء ولا شيء ما فهمتوه انا اشرح لكم. ابغى اسمع بس نمره. ابغى اسمع كله. يا فخره. انت بتسوي شيء؟ احب المدرسه. انت تحب المدرسه؟ يقول انا احب مقشه. وش؟ كسه. انت وش؟ المقشه. المقشه. طيب شفتها؟ يا ربي رباه يا ربي رباه انت عادي وردل لا تقللين من قدراتي تراني مستعد اشرح لكم يعني اذا عندكم اي شيء تبغين اشرحه. لا والله اصبر يا فخر اصبر 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 اجلس 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 والله الناشبه صدق ما ينفك من شايبه هالورق يا فخر لا تطيح اجلس اجلس يا بابا. هذا كم هذا كم هذا كم عيد عندك شيء ما انت فاهمه في دروسك؟ اي ماده طلع لي هنا انا افرقطها لك فرقطها واشرح لك شرح لك على طول تبلع الكتاب. لا انا فاهم كل حاجه. شوف حشر يمكن عندي شيء حشر ابوي بيشرح لك. ها حشر اي عندك شيء تبغى اشرحه؟ هات. لا لا شكرا شكرا انت اصلا ما تعرف تشرح. الله يخلي لكم ما لقيتم بالبيت كله. دقيقه هنا ودقيقه هنا دقيقه هنا ودقيقه هنا حركته يعني. تدور بقروسه اوريك وانت ما تجلس اليوم من شفنا طلع مع الباب هذا مشغول مشغول طلع مع الباب هذا مشغول مشغول والله يا الشغل من ذي شنو بس انت كذا تراكم عجبك الوضع كمل كمل تراكم كذا يا رجي ايوه اللي قام من بالبيت حريم بس ولا يعني ايش قصدك ابوي يرجع بيت صار يعني ايش قصدك يعني ابوي موجود عند العيون ها والله صقاب أنا بسألكم سؤال عاد وأبغى الإجابة بصراحة. نبدأ من عند ورد. أحسن الدوام عبر المنصة ولا الحضوري؟ الحضوري. أنت تحبين دوام حضوري. طيب أنت سعيد؟ دقيقة أنا أحب المنصة. المنصة زين. منصة زينة. ترتاح. إيه أنت كسول واضح. وأنت حجر. أنا أقول منصة. مع ان الدراسة احسن تقابل المدرس تسولف مع ما تسولف مع قصة تناقش مع الاسئلة اللي شكلها يعني الحضور عندك احسن وانت يا بحر انا احسن الحضور ولا المنصة؟ الحضور. ليش؟ اذكر السبب علل. امي الحين جيت حمل تعطيني واحدة على طيب وهناك خليني اشاور مع اخوي. هذا يبني اروح للمدرسه يا ابوي. هذا فلوس والله متعلمين العباطه كلها. لحظه 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 يا فخر لحظه 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 اجلس عاقل خلينا نصور. طيب يعني المدرسه يعني عندك حاجتين تخليك امك هنا ما تخليك ها؟ وين اذا رحت المدرسه يعني تحب تروح المدرسه ايش الله يصلحكم